متمج متمج. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير شرعي المخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف نيابة محكمة الدار البيضاء من إيقاف وتفكيك شبكة إجرامية منظمة تحترف الترويج والمتاجرة في المخدرات القانب الهندي في إطار جماعة إجرامية منظمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حين تم إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 38 و 68 سنة إلى جانب ضبط كمية من المخدرات قانب هندي قدرت ب 2 كيلوغرام و 950 غرام، كذا رخصة سياقة مزورة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 205,000 دينار جزائري، حجز مركبة وربع هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المختصة للنظر في ملفهم.